دول شرق آسيا العرف السائد عند المسلمين هناك أن الحجاب يبدأ للطفلة من سن الثانية. الله. من سن الثانية تعود على الحجاب، وهذا الأمر يدفعنا إلى أن ننافس، فنبدأ على أقل الأحوال نعود البنات لدينا من الوقت السابق. صحيح. كما قلنا موضوعنا اللي هو البدء من البدء. وخصوصا أن هذه التجربة لن نخوضها نحن بصفتها تجربة يتيمة لم نسبق لها، لا، نقول الآن في دول كثير بهذه الصورة، دول شرق آسيا، وحتى أنك تميز المسلمة هناك بحجابها وحجاب ابنتها، لأن الدول يكون فيها أحيانا أكثر من ديانة. هذا الأمر يجعلنا للأسف الشديد يعني نود، والله هذا الأمر أقوله لكل مشاهد، نود أن هذه الصورة نجدها لدينا، لا نجد لدينا صور من التكشف ولبس العاري حتى لمراحل الفتنة قد تبدو واضحة في الطفلة، قد يكون أحيانا أوتيت بسطة في الجسم يبدو عليها جمال، يبدو عليها يعني بدانة أو شيء من هالقبيل، فتجد أنها في صورة من التكشف والعري، الذي يعني أظن والله أعلم أن هنالك فتاوى للعلماء في تحريم هذا الأمر حتى ولو كانت لم تصل إلى مرحلة البلوغ. صحيح. لأن الطفلة متى ما كانت مشتهى فإنه يجب على الوالدين تغطيتها وحجابها.